بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يارب الخير جميع. اليوم إن شاء الله بإذن الله يا جماعة راح نغطوا الكلام عن التشات. طيب بمنتهى البساطة الكلام هيكون عن الكومبوننت اللي من تحت ده في البار اللي من تحت اسمه تشات. لو أنا ضغطت عليه هلاقي يفتح لي البار الجميل ديت، لو انا ضغطت عليها مره كده عشان اصغرها هلاقيها بتطوي كده وبتتشد، والبانل دي بتتشد وممكن تتحط في اي مكان. لو كانت الدنيا مثلا زحمه عندي ممكن اطلعها وممكن افتحها واشدها واحط فيها اللي انا عايزه. ده على الفيور بتاع مين؟ الفيور بتاع سكند لايف، الفيور الرسمي اللي موجود على سكند لايف. طبعا كل فيرتشوال وورلد بيبتدي يبقى له فيور بتاعه، اللي هو البرنامج اللي احنا بنستخدمه علشان ناكسس بيه على مين؟ على العالم ديت. طيب كلام يا جماعه عن البار الجميل ده، موجود في جزيره اسمها استر 2017. طبعا الجزيره دي كده ايه، واحده من ضمن الجزر اللي هي دلوقتي كده فيها زحمه، يعني زحمه شويه حتى دينا شايفين. يمكن يكون البار بتاع البانل مغطي شويه. الجزيره ديت فيها ناس كتير، وفي ناس بتركب جزر، وفي ناس بتعمل ريسنج، يعني حاجه كده كيوت خالص. طيب خلونا نتكلم في التشات عن انا بمنتهى البساطه لما بحب اتشات مع حد معين، جس كل اللي انا محتاجه اني اضغط عليه كليك يمين واقول له اي ام. ها اي ام دي فور انستنت مسجز، لو انا عايز ابعت له رساله سبيسيفيك على وجه التحديد. ليه العنصر ده؟ بمجرد ما اني ابعت له رساله فبيقول لي ده اسمه ايه، وجاست حضرتك اكتب الحاجه اللي انت عايزها. تمام كده؟ ده لو انا كنت عايز ابعت رساله سبيسيفيك على وجه التحديد، علشان على مين؟ على عنصر واحد واحد بس. نفس السيناريو لو انا ضغطت كليك يمين عليه، وممكن اعمل ايه؟ فيو بروفايل، علشان اشوف البروفايل بتاعه، وممكن ابعت له ايه؟ اد فريند، ابعت له طلب صداقه، وممكن اعمل له انفايت لجروب، وحاجات كتير تانية ان شاء الله باذن الله راح نتكلمه عنها. طيب لكن الكلام طيب عن برضه التشات، البانل بتاع التشات، لو انا ضغطت عليه كده بيقول لي بص، طيب لان حضرتك اخترت انك تتشات بشكل خاص مع عنصر معين، فهو هو فتحه لك في بانل لوحدها، لكن من تحت في حاجه اسمها ايه؟ اسمها النير باي تشات. النير باي تشات ديت يا جماعه زي ايه؟ زي المحيط اللي فيه الناس دلوقتي بتتشات. يعني خلوني اطلع فوق شويه كده علشان نشوف المنظر زي من فوق كده، ونشوفوا فين المحيط كده، الناس اللي حوالين منينا، اللي هو ايه البار اللي شغاله بتتحرك دي وتمشي وكده. لو اديناها بس نظره من فوق علشان نشوف الجزيره كده، فهنلاقي ان تقريبا انت عندك زي في البار ده كميه من الناس تحت منك. ننزل تحت سنه صغيره، زي مثلا في مجموعه من الاشخاص هنا، وفي مجموعة من الأشخاص هنا، هم دولت يا جماعة الناس اللي موجودين من تحت، دول هم اللي بيكتبوا في النير باي تشات. فلو أنا عايز مثلا أرد عليهم أو أكتب لهم رسالة توصل للكل، أقول مثلا مثلا على سبيل المثال هالو فور أول مثلا، أنا ما كتبتهاش، أقول هالو فور أول وعملت إنتر، هلاقي ان اهو في ناس بتبتدي ترد، يعني مثلا ما بين لانجوجز مختلفه، ما بين تكنيكات، اكتر من ناس طبعا، اكتر من لغه بنتعامل معاها، بثقافات كتير جدا. وفي ناس ممكن ترد ردود خارجه، وفي ناس يعني المساله مش كنترولبل بشكل كبير. يعني انا كنت بعت رساله قبل كده فناس ردت بهاي وهالو وهولا، يعني في سبانيش وفي ناس كده. فده بيكون النص بتاع النير باي تشات، اللي هو التشات المحيط. طيب الكلام عن البوكس الجميل ديت فيه ايه؟ في حاجتين، انا لو ضغطت على البار ديت هيطوي لي البوكس الصغير ديت ويظهر لي النير باي، لو انا ضغطت مره ثانيه عليه هيطوي لي خلاص، لو انا ضغطت كليك عليه هيظهر لي البوكس الجميل ده، ولو فتحت النير باي تشات هلاقيه يفتح لي الجانب ده. تمام، انا لو ضغطت على البتاعه دي هلاقيه يفصل لي ان ده لوحده وده لوحده، يعني النير باي تشات لوحدها والناس اللي انت عايز تتشات معاهم بشكل مستقل لوحده، ولو انا ضغطت لجوه هلاقيه يركبه لي جوه منه ثاني. طيب الجانب الثاني ده كان خاص بايه؟ كان انت عايز الكومباكت فيو ولا الاكسباندد؟ الاكسباندد ده اللي انا لو ضغطت عليه هيجيب لي الرسائل بالشكل ده، يعني كل شخص الرساله بتاعته والتاريخ بتاعها واتبعتت امتى والكلام ده، ده اسمه الاكسباندد فيو. اما عن الكومباكت فيو فده اللي انا كنت فيه من شويه، وبيقول لي طيب في الاكسباندد فيو اعرض لك الوقت ولا اعرض لك اسامي الناس وايه الكلام ديت. يعني
طيب على الناحية الثانية، لو انا جيت اتكلم عن الجانب ده، فبيقول لي sort conversations by type، ارتب لك الكونفرزيشنز بنوعها ولا باسمها ولا باخر انشطتها، ولا ارتب لك البارتيسيبنتس الناس اللي هي بتتشات معاك بالاسم ولا حسب اخر انشطتهم، اللي تشات بريفرنسز خاصة باعدادات الشات في اعدادات البرنامج، والبرايفسي اعدادات الخصوصية، اللي ترانزيشنز، الكلام ده كله كان ليه دخل بالاوبشنز اللي بتديهاني الشات. لو انا ضغطت طبعا على زائد فبيقول لي والله سيرش انت عايز مين طيب، علشان اختار لي حد من ضمن الريزيدنتس الموجودين دول علشان ايه، علشان تبتدي تتشات معاه. تمام كده يعني، انا بس لو انا اختار مثلا عنصر من ضمن العناصر او اي حد، جست كل علينا ان انا اكتب اسمه، فهيبتدي ايه يضاف للجزيره ديت ويبتدي يتكلم معاه. لو انا كنت مثلا ضغط على الفريندز فبيقول لي طب انت اختار انت عايز ده عشان نختاره، مثلا ريهام اور انا بن، دولت البانل بتوع الاصدقاء بتوعك انت عايزهم. طب في حاجه اسمها نير باي مي، الناس اللي قريبين مني، اللي في المحيط، اللي في المحيط اللي قريب مني. ده الكلام ده لو انا عايز اعمل زي مجموعه خاصه بيا للتشات، يعني بحيث اني اقفلها على الناس دولت يعني. فبس ببتدي اضغط 1 2 3 4 5 واعزلهم كده، وابتدي اتشات معاهم سبيسيفيك على وش التحديد بعيدا عن الشات الزحمه دي. ذات السيناريو. يبقى لو انا اخترت ستوب فلاينج وحاولت ننزل على الارض ونراجع مره ثانيه، لو انا كنت عايز ابعت رساله سبيسيفيك على وش التحديد لناس معينين، ممكن اني اضغط عليهم كليك يمين على الاشخاص دولت، واختار جاست مثلا اي ام اور انستنت مسجز، وابتدي ابعت له الرساله اللي انا عايزها، فبتوصل له، هو ممكن يرد عليا فبيفرده لي في مساحه معينه، او ان انا ممكن اضغط عليه اختاره من النير باي تشات دولت واضغط عليه دبل كليك، وهيبتدي يفتحوا لي في بانل لوحده، وكل البانلز اللي انت بتتشات معاهم بيحطهم لك فوق علشان تبتدي انت ايه تتعامل معاهم. ان هو في حد بيحاول يوصل لي مسج معين، is offering friendship، واحد بعت لي طلب صداقه باي ديفولت يور بي، انا طبعا ما اعرفوش فروم ايه. ماشي، انا تقريبا هو مش اللغه دي، انا ما اعرفش هي ايه بالظبط. فانا مثلا هقول له اكسبت، ويقول لي خلاص ده اونلاين، وكنا انا قبلنا الاكسبتنس وفريندشيب اكسبتد، وهو اونلاين وممكن حضرتك تتكلم معاه دلوقتي. دي الفكره ببساطه، وانا ممكن نتشات مع اي حد بنفس الطريقه، كبرايفت شات، كتشات خاص ما بين اشخاص معينين، او اني اتشات في النير باي كرساله معينه ابعتها لكل الناس اللي موجودين في المحيط القريب مني. يا شباب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.